هلو ماي فريند، صباح الخير صباح النور، كل شيء بخير. هاني بغيت غير نقول لكم الناس اللي ضامنوا معايا والناس اللي كتبوا في فيسبوك وانستغرام كامل، شكرا بزاف على التضامن معكم. شي ديال المحكمه داكشي اللي وكيل الملك داكشي، شوف داكشي عادي جدا، يقول لك ما دير ما تخاف، حنا قلنا غير داكشي اللي كاين، هادشي اللي كاين ما تخاف والو، حنا دايرين الثقة ديالنا في القضاء وان شاء الله ما كاين والو، ما كاين غير الخير ان شاء الله. وشكرا، بغيت غير نشكركم كاملين الناس اللي تضامنوا معايا في انستغرام فيسبوك واتساب فين ما كان، شكرا بزاف والله يحفظكم ويجيكم. وابغي المحكمة دابا نعطيكم شنو كاين، شكرا بزاف، تبارك الله عليكم. هلو ماي فريندز، خوتي حبابي، كلشي بخير هانية. اش غنقول لكم، هاد خرجت من المحكمة دابا شنو كاين، دزت عند النائب وكيل الملك عمر هدار، فريمون راجل محترم داير الخدمة ديالو. المشكل واحد اللي كاين، هما دابا طلبوا ليا 50,000 درهم ديال الكفالة او ندخل الحبس. ودابا هادشي انا اللي قلت لهم انا ما غنخلصش 50,000 درهم الكفالة، وخا يقولوا لي 2,000 درهم ما نخلصهاش باسكو ما درت والو. داكشي علاش دابا عطاوني واحد المهلة ديال يومين، نهار الاربعاء عاوتاني غنتقدم وغادي تما بغيت نخلص. هو هذاك ما بغيتش نخلص، باش غادي زعما نخلص الكفالة. انا ما هارب، ما قتلت شي واحد، ما درت شي اجرام، انا موجود اي وقت يعيطوا لي كان نكون موجود. علاش كنخلص 50,000 درهم ديال الكفاله؟ وداكشي علاش انا عندي البروف ديالي ان شاء الله غنحطهم في المحكمه، وهادشي اللي كاين. وشكرا، والناس اللي كيتسناو هاد الميساج ديالي شكرا بزاف، وشكرا كلكم على التضامن ديالكم. المغاربه صحابي خوتي لا فامي ديالي، شكرا بزاف على التضامن وعلى كتسناو هاد ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.